السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني كفاءات أردنية. وضيفتنا لهذه الحلقة فارسة من فارسات هذا الوطن وإحدى كفاءات هذا الوطن، وهي السيدة إيمان الجواميس، صاحبة مؤسسة لافندر لورق الجدران والديكور، أكيد وهي أشهر من أن تعرف في هذا القطاع. سيدة إيمان، بداية بنرحب فيك برنامجنا الوطني وبنحكي لك مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. بحب أشكركم شركة الذوق الرفيع بقيادة المخرج الرائع برهان حويطات. الله يحييك يا رب. أهلا فيكم. نعم أكيد، إحنا متشكرك أكيد سيدة إيمان بكل لقاء أكيد عبر هذا البرنامج، نتشرف بحضورك دائما وأبدا. يعني سيدة إيمان، بداية أكيد أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع، وأكيد لك نشاطات ما شاء الله، ولك أيضا تطور ملحوظ أكيد في هذا القطاع، ورق الجدران والديكور 3D. حابين نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، نتحدث عن حياتك العملية بداية أكيد ومسيرتك المهنية في هذا القطاع. بالبداية أنا خريجة الجامعة الهاشمية، درست تخصص كان وقتها تخصص جديد اسمه Financial Economics، اقتصاد مالي. تخرجت في سنة 2004، كنت من العشرة الأوائل يعني، والحمد لله رب العالمين. أنهيت دراستي في الجامعة وخرجت لسوق العمل، فلقيت أنه يعني الخيارات كانت محدودة في التخصصات الاقتصادية. وحبيت أني يعني أشتغل في مجال يكون بلبي طموحاتي، يكون في نوع من التميز، ما يكونش يعني شغل حكومي. كنت حابة أني أشتغل شغل حر، شغل فيه مرونة، أكون أنا حرة نفسي، أدير شغلي في نفسي. فإجت الفكرة من هون يعني. جميل جميل. يعني سيدة إيمان، نتحدث عن تأسيس مؤسسة لافندر لورق الجدران والديكور، يعني بعد هالباع طويل الخبرة واتجهت هذا القطاع والشغل الحر أيضا، متى تأسست هذه المؤسسة؟ هي فعليا مؤسسة لافندر أصبحت كمؤسسة لها اسمها في السوق من 4 سنوات، لكن كان في تحضيرات قبل هيك لهي المؤسسة، وفي أفكار وفي، ولكن يمكن الدراسة الاقتصادية ساعدتني في أني أرتب لطريقة الشغل، وما حبيت أني أكون مستعجلة في الخطوات اللي أنا بخطوها في هذا المجال. فحبيت أني أمشي خطوة خطوة إلى أنه أنشئ هاي المؤسسة. سيدة إيمان، نتحدث الآن عن أبرز خدمات لافندر لورق الجدران والديكور بشكل عام. بشكل عام خدماتنا الحمد لله رب العالمين كثيرة، فنقدم خدمة ورق الجدران. عندنا في قسم لورق الجدران بأنواعه، ورق الجدران التركي، الكوري، الألماني، الأوكراني. وتميزنا في نوع معين من ورق الجدران اللي هو ورق الجدران ثلاثي الأبعاد. منذ نشأة مؤسسة لافندر كان يعني أقل من الناس من يسمعون بهذا النوع. ولله الحمد يعني ساهمنا في نشر فكرة ورق الجدران ثلاثي الأبعاد، وهو من الأشياء اللي أنا حبيت أني أتميز فيها صراحة. جميل. عندش اتجهتوا لهذا القطاع يا سيدة إيمان؟ ممكن لأنه طبيعة شخصيتي أنا أبحث عن التميز، ما بحب أكرر نفسي، وبحب التخصصات اللي فيها تفاعل مع المجتمع وتقديم روح العطاء والجمال للبيوت وللناس ورسم البسمة على وجوههم. نعم. بشكل عام. جميل جميل. أنا بضم صوتي إلى صوتك سيدة إيمان. كيف يتم طريقة أكيد والاختيار المناسب للألوان في المكان المناسب؟ أول شيء يعني يجب أن يكون هنالك تناسق بين الألوان وروح المكان وحتى شكل التصميم. فإذا كان طبيعة المنزل، طبيعة الديكور الموجودة فيه traditional يعني تقليدية بمعنى آخر، فيجب أن تكون هنالك هدوء في الألوان، اختيار الألوان الفاتحة، النقشات الكلاسيكية المتعارف عليها. ولكن إذا كان طبيعة الأثاث وروح المكان تدل على أن المنزل طبيعته مودرن، ف
فيجب أن تكون إن كانت صورة 3D إنها تكون طبيعة التصميم تبعها مودرن، مثل استخدام صور المدن، الجسور، الأبراج، اللون الأبيض والأسود في هاي التصاميم، حتى أنه يدل أنه المكان هذا مودرن مش مكان كلاسيكي. المكان الكلاسيكي يجب أن تكون ألوانه من درجات البيج والذهبي والسيلفر إلى آخره من الألوان. وبشكل عام يجب أن يفهم الزبون أنه عليه أن يختار الألوان بشكل عام، الألوان الفاتحة ذات الدرجات الفاتحة، بالأخص إذا كان لون الأثاث من الألوان الغامقة مثل البني، السكن الغامق، التركواز إلى آخره. فيجب أن يكون في تعاكس بين الأثاث والجدران. نتحدث عن تطور هذا القطاع، يمكن أنتم الوحيدون أكيد بتعملوا مثل الستائر، أكيد موجودة 3D، ما أتوقع ما شفت سابقا أي ستائر معمولة بنظام 3D. كيف بتشوف تطور هذا القطاع؟ أكيد قطاع الديكورات من أكثر القطاعات في الأردن تطور بشكل سريع. يعني تقريبا سنويا بتلاقي فيه منتجات جديدة بتدخل، أفكار جديدة، طريقة للشغل جديدة. فإحنا يعني بدأنا في ورق الجدران العادي، بعدين اتطورنا لورق الجدران الثلاثي الأبعاد، اتطورنا للستائر ثلاثية الأبعاد. يعني ولله الحمد كنت من أوائل الأشخاص اللي دخلوا هذا المنتج على السوق الأردني، لدرجة أنه في ناس ما كانوش يعرفوا أنه شو هو، كانوا يسألوني عن يعني فعلا في إشي بينطبع بهاي الطريقة. طبعا اللي ساهم في نجاح مؤسسة لافندر أنه أنا برضو لجأت لأسواق عالمية، ما اقتصرت على السوق الأردني وعلى المنتجات الموجودة. فكنت أحب التنويع وأحب أنه الزبون لما بيجي لعندي لازم يلاقي عندي شيء يلبي جزء من طموحاته. إذا ما لقى ورق جدران، في عندي منتجات خاصة في الأسقف، في عندي منتجات خاصة في الستائر. نعم. في يعني في قطاعات كتير اشتغلت فيها. جميل جميل. يعني كيف بتشوف إقبال المواطنين أكيد لهذا القطاع سيدة؟ هلأ إقبال المواطنين يتفاوت، في منهم يبحث عن الديكور وعن تغيير نمط المنزل عنده، وفي قسم لا يبحث عن حلول لمشاكل موجودة عنده. فأنا أمنت هذا الكلام للطرفين. نعم. من ناحية معالجة مشاكل الرطوبة وحلها بشكل جميل وسهل ولا يرهق صاحب البيت، وبنفس الوقت كمان سهل التركيب، ما بيعمل يعني عملية توسيخ وكركبة للمكان اللي هو فيه. نعم. فهذا الإشي برضه يعني كتير الناس كان في إقبال من ناحية حلول. نعم. مشاكل الرطوبة. نعم، يعني في أكيد ألوان مقترحة أو مطبوعات مقترحة، يعني أي زبون مثلا بده يجي يأخذ مثلا من عندكم من ستائر، من مطبوعات معينة، من 3D، أكيد في شيء كل شيء له طباع معينة. طبعا طبعا. هلا في عنا المنازل في لهم ذوق خاص فيهم، يعني الناس بتحب مثلا تطلب المناظر الطبيعية. نعم. بتحب تطلب بشكل عام الألوان الفاتحة. عندك المؤسسات والشركات والمكاتب بمختلف قطاعاتها بيميلوا لأنهم يختاروا تصميمات المدن، الأبراج، يعني يبعدوا شوي عن المناظر الطبيعية، الألوان الأبيض والأسود والسكني، ويعني هاي الأمور. نعم سيدة إيمان، أكيد لك طموحات، لك رؤية مستقبلية أكيد للتطور، أكيد وللتطور على النهج أكيد في هذا القطاع. ما هي طموحاتك سيدة إيمان؟ صحيح مثل ما تفضلت كل إنسان فيه عنده طموحات خاصة فيه. أكيد أنا بطمح إنه يكون في عندي نطاق أوسع، منتجات أكثر، حلول أفضل للمنازل بشكل عام، يكون عندي معرض أكبر حجما، أكبر قبولا من العالم. إن شاء الله يعني في خطة رح تكون قصيرة الأمد، رح نتطور في السنة القادمة بإذن الله.
رح يكون في مفاجآت وفي منتجات جديدة رح ندخلها إن شاء الله على قطاعنا. نعم إن شاء الله أتمنى لك التوفيق والنجاح أكيد سيدة إيمان، إن شاء الله دائما للأمام وللتطور. لكن نتحدث أو نوجه رسالة الآن لكل شاب مثل حضرتك، فارسة من فارسات هذا الوطن ونشمية ونشام هذا الوطن، بتحب تصل أكيد لطموحاتك لرؤيتك المستقبلية، يعني شو بتحب توجه رسالة لكل شابة تسعى أكيد دائما للنجاح مثل حضرتك؟ أكيد بوجه رسالة في البداية، رسالة مهمة جدا، إنه كل طريق للنجاح فيه بالبداية فيه صعوبات بتواجه الإنسان وتحديات كبيرة ما بتكون سهلة، لكن مع مرور الوقت واستخدام الإنسان لعقله ولتفكيره بيبدأ بحل مشكلة مشكلة وما يستسلم للعقبات اللي بتواجهه، لأنه مش هو الشخص الوحيد اللي بتواجهه عقبات. يعني أنا بدأت صراحة بدأت في شغلي من رأس مال صفر ومن لا شيء، صنعت خطوة في خطوة أشياء كثيرة يعني الحمد لله. فأكيد كل طريق فيها عقبات وصعوبات أكيد، لكن حلها سهل يعني بسيط. أكيد من سار على الدرب وصل ولكل مجتهد نصيب. بضم صوتي لصوتك مرة أخرى سيدة إيمان. سيدة إيمان قبل نهاية البرنامج أكيد أرقام الهواتف ستظهر على الشاشة وللتواصل الاجتماعي أكيد والفيسبوك أكيد سيظهر على الشاشة، لكن سيدة إيمان أنت فارسة من فارسات هذا الوطن، لو حلفك الحظ وتقابلتي مع جلالة الملكة رانيا أكيد لها دور مهم في دور المرأة في الأردن، لها نشاطات اجتماعية وثقافية، ماذا ستقولين لها عبر هذه الشاشة؟ أكيد أول شيء بوجه لها تحية لجلالة الملكة رانيا، وثاني شيء بتمنى أنه يكون في من جلالتها دعم أكبر لقطاع الديكورات وبالأخص المرأة، لأنه المرأة تواجدها في قطاع الديكورات تواجد قليل وضعيف بصراحة، ويكون برضو في تسهيلات في عملية الجمارك والضرائب والرسوم المفروضة على الديكورات، لأنه يعني من باب الحقيقة هي رسوم تعتبر مرتفعة، فبنتمنى أنه يكون في تعاون أكبر في هذا المجال. نعم أكيد أكيد همات الأردنيات عالية أكيد، والله يحفظها الوطن يحفظ قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثامن حسين، ما دامت وجدت نعمة أيضا أمن الأمان وجد الاستقرار وجد الاستثمار. نتمنى لك توفيق ونجاح أكيد سيدة إيمان الجواميس أكيد، بلقاء إن شاء الله جديد. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل لفارسة من فارسات هذا الوطن وأيضا إحدى كفاءات هذا الوطن، وهي السيدة إيمان الجواميس صاحبة لافندر لورق الجدران والديكور، هذه المؤسسة العريقة والمرموقة في منطقة طبربور. كل الشكر أكيد لدعمك لهذا البرنامج، برنامج كفاءات أردنية ولمؤسسة الذوق الرفيع، الله يعطيك العافية. الله يعافيكم، وأنا برضو بتشكركم جدا لاستضافتكم إلي وحضرتك المخرج برهان، شكرا جزيلا لكم. كل الشكر والاحترام والتقدير، الله يسلمك. الله يسلمك. أكيد.